السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سي أو سي راي مقطع فورت بايت جديد، واليوم بيكون الجزء السابع تقريبا من قطاع الفورت بايت. ومثل ما تشوفوا ما بيكون معنا 10 قطع اليوم، بيكون معنا 7 قطع، لأني استعجلت عشان أنزل المقطع، لأن حاليا في الوقت اللي أنا أسجل فيه نزلت 90 قطعة فورت بايت في اللعبة. يعني أخيرا يمديكم تأخذون السكن المخفي، والسكن المخفي كمان له تطويرات راح أشرحها في مقطع منفصل، بس حاليا والمهم إن في 90 قطعة فورت بايت، ولو أنكم أخذتوا كل القطع الماضية والقطع اللي في هذا المقطع ووصلتوا تير 100 وكنتم مخلصين كل تحديات الاسبوع اللي هي من الاسبوع الاول للتاسع، فراح تقدروا تاخذوا السكن المخفي الخاص بالسيزون التاسع. بدون ما اطول عليكم اخليكم مع المقطع ومشاهده ممتعه، واللي حابب يدعمني يقدر يستخدم كود لايتم شوب سيو، واخليكم مع المقطع. الفورت بايت رقم 4، وعشان تاخذ هذه القطعة لازم وبكل اختصار تستخدم لون او شكل النزول الموجود في التير 89 في الباتل باس، استخدمه وبعدها انزل فوق لوت ليك وراح تطلع لك حلقات مر منهم وراح تاخذ القطعة. الفورت بايت رقم 40، وهنا لازم تستخدم سكن ديمي، السكن الموجود في التير 87 في الباتل باس، وراح تقدر تاخذ القطعة. الفورت بايت رقم 5، وهي القطعة الأخيرة لليوم، وعشان تاخذها لازم تستخدم رقصة التير 95. قرب من القطعة ارقص الرقصة وراح تقدر تاخذها.